كل شيء في الكون من الله لا شك فيه. المطر من الله، والنبات من الله، والإنسان من الله، والحيوان من الله، وحركة الشمس والقمر من الله. كل شيء يقع في الكون يكون بإرادة الله تعالى. حتى أن تزرع إنما تعمل مقدمات الزراعة، هذا الشيء منك. أما من ينمي النبات؟ أكو فر الزارع يقول أنا أنمي النبات؟ ما يتمكن يقول. في الآية الكريمة الله يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني أنك لما ترمي الرصاص فرضا من البندقية، سير الرصاص في الهواء بيد من؟ مو بيدك. أن النار تدفع الرصاص للخروج بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ثم لما يصل الرصاص إلى الطرف المقابل من يقتله؟ الله سبحانه وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لذلك الإنسان دور ولله دور. نعم بعض الشؤون ليس للإنسان دور. حركة الشمس، حركة القمر، حركة الأرض، أمواج البحار، الجزر والمد وما أشبه، حركة الكواكب والأفلاك، كل إنسان كل دور مائل. خلي كل البشر يجتمعون بعلمائهم وفلاسفتهم ومفكريهم ومخترعيهم يريدون توقيف حركة الأرض، يتمكنون؟ النور، سير النور بإمكاني. الشمس لما تطلع النور يصل إلى الأرض في 8 دقائق، أريد أجعلها في 4 دقائق، أريد أجعلها في 16 دقيقة. كل البشر يتمكنون من هذا الشيء؟ ما يتمكنون. وعلى هذا المعدل الشاهد أن الإنسان له دور في كثير من الأشياء، والإنسان ليس له دور في كثير من الأشياء أيضاً.